كاكن صدر الإمام أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ كيف الحال؟ السلام عليكم. بأي مكان جاي أستاذ؟ من بغداد إن شاء الله. على راسي. هذا ثاني مرة يجي؟ إي لا ثالث مرة. ثالث مرة، شو بي كان أستاذ هذا؟ والله كان ينشمر هذا والنطق مالته شوية يعني، وهذا استيعابه قليل هسه، بس أنا الحمد لله شوية أحسن يعني. اللهم صل على محمد. هسه عنده صرع لو انتهى الصرع؟ والله هسه حاليا انتهى ان شاء الله. يعقب كان عنده صرع؟ اي كان عنده. يعني اللهم صل على محمد. شو اسمها؟ ريماس. ريماس شلونش؟ اللهم صل. ريماس قول واحد. واحد. اثنين. الله اكبر. ايه ما شاء الله. خوش يا انسان. ولما دالي صرع ابو انت هاي مشي ابو استاذ بابي هاتي دالي صرع كلمة تشابه وروبي سبينجي. مانجي بينجي. دو هزار نوزدا روجي شما. أوش معزي قرآني في دوزك بقرر نسى برنامه وتسلتوا وحيص الرقائي قرآن والسنة خوش يا أستاذ معزي اسمع لي أنا نسبة أخوائي أوش معزيث أسا يحكي الحمد لله وما يصرع لا لا في مكان جاي أستاذ من بغداد انطيني بوسة مبروك لكم انطيني بوسة ما شاء الله يلا دير وجه يلا قل قل الله قل واحد اثنين وصل الله على سيدنا ولا حبيبنا محمد إلي سويك يشيليش إلي سويك باي باي لا تستحي سي باي 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 ما شاء الله تبارك. Я не знаю, что это.